السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. ما زلنا نجري هذه المقابلة مع الحاج حكمة ممدوح رسلان أبو ممدوح، وهذا الجزء هو الجزء الثامن من هذه المقابلة. حاج، بدنا نسألك عن ثورة 36. شو كنت تسمع عنها؟ شو كنت تعرف عنها حجي؟ ثورة والدك قومية. والدك كان مشارك فيها. ثورة قومية. نعم. لا في ليرة ولا في لباس، لباس عسكري يعني. نعم. ولا الاخره. يحاربوا بالبروده، يحاربوا بريطانيا بالبروده. بريطانيا تحاربهم بايش؟ بالمتبع والطياره. كف بلاط المخرز؟ لا لا، انا كنت ولد كذا سنه هيك، 5 سنين 4 سنين 6 ما الله بالضبط ما بعرف. في بوش منا ما هو بيقولوا له الليات، هذا الليات ما بتقدروا الانجليز الا بالطيران. شو يعني الليات يا حجي؟ هضبة. نعم، هضبة كبير، جبل هضبة ومخطط زي الشوارع، والشوارع جوا زي المغر. الطوار وين؟ بالمغر. والطيارات والانجليز بتقدروش يطلعوا الانجليز، يعوموا بالبرودة. شقولك نزلوا الطيارة بالبرودة، بس ما كانت طيارات هذيك، طيارات ورا يعني شبه وراء. والله 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 تلاتك وحياة صوتها الأذان ما بزل عليك. شفت الطيارة وهي نازلة تدخن ومفجرة بالبرودة. بينما اليوم نحن يا عم اللي صار للثورة، أمريكا بتعجز عنه، راح فرصة هباء منصورة. بنشوف من الليرة، الليرة اللي ذبحت الثورة، المادي يعني المادي. هناك بالزمانات ما في ليرة يا عمي، البرودة يشتريها من كيسه. يموت الإنسان يعني ما كانش في موت، قليل يعني قليل، لأن الاعتقالات ماشي ودب العالم زي الطرش وشخصوها، هذا تائر وهذا مش تائر. طبعا مين اللي كان ثوار في قريتك؟ كان راجي هذا نجمي، تهموه بالخيانة. نعم، طلعوا على الديدبة على مناشو وحاكموا، ما بين وقتلوه، وما قتلوه ما بينش وين راح، قتلوه. هذه الديدبة ما بيقدرها إلا الأعمل من هاي اللي بحكيك عنها. ديدبة كان قائد فصيل راجل الدقائق. قائد اتهموه بالخيانة، صفوك إنه ما بعرف لذا. هاجموا على أشفى عمر، فاتت الطورة اجت من الشمال من طمرة وفاتت من وسط البلد الطريق، فاتوا على شفعمر، شفعمر دروز ومسيحية وإسلام. الدروز ما موالي لبريطانيا، جواسيس يعني شخصه. أنت طائر هداك مش طائر. نزلوا فيه نشوف، اللي هرب هرب، واللي مات مات، واللي استيصروا جابوا 2 3 دروز كتفين هن راجعين، نسوان 2 3 في العالم، البلد كلها تتفرج عليهم، صغير كبير تفرج وين راجعين. هذا بأي سنة يا حجي؟ يمكن حوالي 38 39 هيك هيك شيء، قبل الحرب العالمية بشوية. نعم. نسوان 2 كتر ما اني مشد شدجته فيهم ترسي ما بيبين على تصميم مظبوط. هدوا على جين جدي عيسى لأنهم مجورينهم بالأرض. يا ابو رجا يا ابو رجا، نط ابنه. قال له ولا تركن كذا. قال له لا، شوف اهلك والسادة تبعك انت وقتها، مش شغلك هذا. اخذوهن على الديدبة، صفوا رجال وتركوا النسوان. بدك تفرمهم شوية لحمة. هلا بروح. عشان الناصر بتسكر. نعمل هناك مغير. هلا رايح. المهم قتلوا اسلام وربوهن بالتون والنسوان فلتوهم. صار طوق تاني. صار طوق تاني عشفة عمر، طوق تاني وجاء ودوهن عشفة عمر على التشخيص تحتي. نعم. عشفة عمر مش هذا في ساحة هيك عند عين تحت. التنين اللي كانوا ولاد عم مني، ولاد عم خي البي، حكموا عليهم بالإعدام. الثورة حكمت عليهم بريطانيا. نعم، حكمت عليهم بالإعدام. مين هم يا حجي؟ رجا يا ربي، لا شبلي وأحمد رجع. شبلي وأحمد. شبلي عيسى السكران، وأحمد حسن السكران، ولاد عم خيل بيني. ولاد عمك هدول؟
ولاد عم ابوي. نعم. ولاد عم ابوي. حكموا عليه من البريطاني بالاعدام. ونطروا تهيج التنفيذ من المندوب السامي. شفت البعين على بحيفة ملابسين بدلة حمراء ونصفوا بيوت. شوف بيوت المي. بيوت المي. نازل مي. هيك يعني شكلي. عمل استدعى حياة جد عيسى. نزلوني للمؤبد. للمؤبد شو؟ 15 سنة. عدوا منهم حوالي شي 10. شي 10. لما انتصرت بريطانيا على ألمان صاروا يصرخوا بالمساجين. بأي سجن كانوا مسجونين عمي؟ شبلي وعكا. بعكا. مسجن عكا. طيب شو السبب عمي يعني حكمهم عليهم بالإعدام؟ قتلوا. القاتل يقتل. مش هيك عنا. قتلوا مين هم يا حجي؟ قتلوا مين هم؟ دروز اللي جابوهم معهم. اها. الشباب هدول اثنين قتلوا دروز. هني بقولوا انه هني قتلوهم. على الله اعلم مين قتلوهم. ما بتعرف. اها. ما بتعرف بس حطوا عليهم انه هن هدول قتلوهم. والنسوان اللي شهدوا عليهم. النسوان اللي جابوهم معاهم فلتوهم يعني ما صفوهم زي الرجال. عرفت كيف؟ هذا كل الموضوع. طيب حجي يعني شبلي واحمد كانوا في الثوره؟ كل واحد وروته لكان. طيب ومين كمان كان في الثوره يا حجي؟ دار حياه ابوي. نعم. حياه ابوي. وفي كم من واحد كمان. مثل مين يا حجي؟ تذكر اسمائهم؟ من بيت الشيخ والله نسيهم يا اخي. نسيهم انا. من بيت الشيخ مين؟ شيخ احمد. اها. وبيت الخطيب. بيت الخطيب. وفي من النجميه كمان. نعم. بس نسينا سمير يعني. طب هذا النجمي امتى اعدموه الثوار يا حجي؟ بالضبط ما بعرف. حيفا. لا ديدبي فوق حيفا. ديدبي فوق كوكب. يا حجي لا تحكي. قول يا رب. اجيلك الحديث شويه. سكوتك يعني. هذا اللي صار يا عمر. طيب حجي الثوار وين كانوا يتواجدوا؟ في البيوت ولا كانوا يروحوا على الجبل مثلا؟ بالجبل والبيوت. المسير هذا كذا يهربوا من البيوت. نعم. يهربوا من البيوت يطلعوا على الجبل. طيب كان يجيكوا ثوار على القرية يا حجي؟ من غير بلدنا؟ نعم. لا. ما كانوا يجوا يتخبوا مثلا أحيانا؟ لا 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 لا. يتخبوا وين؟ بالبيوت؟ بالبيوت بتقعدهم. كنتوا تقدموا لهم مساعدات يا حجي الثوار؟ لا غير الأكل والشرب وبس. طيب كويس أكل وشرب. ما في. طيب ثمن أسلحة ما كنتوا تدفعوا؟ لا 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 كل واحد كل واحد له شوكة بيدك. نعم. كل واحد له شوكة بيده. طيب حجي كانوا برضو يعني كنتوا أنتوا في القرية مثلا تكتشفوا لهم الطريق؟ لا هني كشفوا حالين بحالين. احنا أقدع منهم مصلحة. طيب كانوا يركبوا على الخيل ولا مشي؟ لا أي خيل. الخيل بتدل عليهم. الخيل مشي. ما شفت على السلة عجبال زي عمل من الوحوش. طيب كان معهم ذخيرة يا حجي كويس؟ ذخيرته هو. ذخيرة ذخيرة البارود يعني. جندين أو ثلاثة. بس. جندين هيك. نعم. وجن هو وسط واحد. طيب مين كان في المنطقة حجي كمان مشهورين في الناصرة في؟ الناصرة بعرف أنا بعرفش عن مالك الناس. كنت تسمع في أبو إبراهيم حجي الكبير أو إبراهيم الصغير؟ اسمع يقولوا له ابو ذره وما ابو ذره. نعم. هذول مش بطوره 36. هذول قبل 36 بدي احكي عنهم. طيب الكف الاسود عمي كنت تسمع فيه؟ لا 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 ما كانش هذاك زمان الكف الاسود. بعدين صار الكف الاسود يعني؟ كان الواحد لما بدي زناتي تبعكم. زناتي تبع بسام. نعم. مين قتله؟ الكف الاسود. الامه. بيت الامه. بيت الامه هذا مركزه بحيفا. نعم. حكم عليه بدأت صفوه صفوه وهو طالع من الحلاق عباب طرقوه. طب ليش قتلوه يا حجي؟ انت بتعرف اكتر مني ليش؟ انا ما بعرف ليش. انا بعرف انه قتل بس بعرف عمين ليش. باع اليهود الاراضي كله. شو اسمه هذا اللي جمنكو هذا كامل الحسين. نعم. كان تبع الحولة. كان سمصار لليهود عمين. بس ما قتلوا كامل الحسين يا حجي؟ لا كامل الحسين ما طبيعي. لا قتلوه في لبنان يا حاج بعدين. كامل الحسين. نعم. قتلوه قتل. لا طبيعي مات. طبيعي مات. في له اخ اسمه محمود ادم البيك بيقولوا له البيك. كان هذا اللي مات طبيعي. برج الشمالي. بس ادم يا ادم ازاي هذاك. ادم ادمي. نعم. طيب حجي كانوا طوقوا القرية يا حجي. وذبوا العالم زي شو بدي اقول لك كيف لكان خذوه على التشخيص بقول لك. طب لما كانوا طوقوا اي ساعات كانوا يجوا على حسب مزاجهم.
كم مرة طوقوا قريتك يا حجي؟ طار ما بنعدوا ما بنعدوا. طب لما كانوا طوقوا القرية طولوا عندكم يا حجي؟ يضبوا العالم ويروحوا. طب كان التشخيص كان يفتش البيوت يا حجي؟ الا تبن يفتشوا تبن البيارة اللي انتوا تحت يفتشوها عسلاح. طب كان يهينوا الناس؟ كان يضربوا الناس؟ لا 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 شو بدك قلت يعني. بس محمد ايده عليهم لا، بس الدروز لما استفرطوا بالواحد ياخذوا طارن، كانوا متحضين يعني بجهه الطارن. طب عم الثوار شو كانوا يستهدفوا؟ شو يستهدفوا؟ بريطانيا وبريطانيا استهدفوا. طب ماشي يعني كانوا يستهدفوا مثلا المعسكرات ولا الدوريات ولا كل شيء؟ كل شيء. ابو حطوم انقتل عنا، قتل عنا يعني واحد هذا من الناصر ابو حطوم. نعم خير سواري هذا قتلوه، طلع يطلع ريني بيقولوا ريني ابو حطوم ريني. طب شو هذا ابو حطوم عمي؟ هذا كان سواري مع الانجليز. ايه مين اللي قتل الثوار؟ ثوار ثوره قتلته. طب حاجي كنت تسمع عنهم يلغموا سكك الحديد مثلا؟ لا انابيب البترول عمي كنت تسمع عنهم يهاجموها؟ لا 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 ما كنت، هذا قبل مني شيء ثاني او بعد مني شيء ثاني، بس هذا ما كنت اسمع فيه. اخطا لك من عندي ما بصير. طيب حجي لما كانوا يداهموا البيوت قتلوا حدا عندكم في القرية؟ لا 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 أبدا. نسفوا بيوت حدا حجي؟ لا 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 ما نسفوا الإنجليز ما نسف بيت حدا أبدا. طيب جرح حدا من أبناء قريتك أثناء المعارك مع ولا نقتل حدا؟ طب حجي حول قريتك، حول قريتك العزيزة عبلين صار اشتباكات بين الإنجليز والثوار؟ في غير الليال والديلبي كان يصير اشتباكات. الديلبي ما إلن عليها، وهذول ما إلن عليها إلا بالطيران بس. طيب يعني حسب معلوماتك كانوا يوقعوا خسائر في الإنجليز يا حجي؟ حسب والله ما نحن نقدر نشوف. الإنجليزي واليهودي زي بعض وقتلين ما بتركوه. الفرنجي بشكل عام نعم ما بتركوه، بيسحبوه بالحبلة. إذا ما وقع هذا مش قادرين يسحبوه، بكون مربوط بالحبلة بيسحبوه زي جنك الفطيسي سحبوه. طيب يا حجي اثناء عمليات المداهمه كانوا يدخلوا البيوت يفتشوا؟ كانوا يخربوا شيء مثلا؟ لا 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 حطوا القمح على الشعير؟ لا 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 العدس على؟ لا 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 ابدا بكل اداب. طب المختار شو كان دوره لما يصير في طوق يا حجي؟ ما يقدر يتحدث بشيء لانه يخاف. طيب كان يطلع مع الدوريه اللي تفتش البيوت؟ لا ما يطلع، هم يفتشوا لحالهم. هم يفتشوا لحالهم، لا عليه نظره بصير. طيب كان يجي اللي كان يشخص يكون مكشوف الوجه يا حجي ولا مغطى؟ حطوه مصفحة. نعم ولا طاقة مربعة زي هيك. نعم هو جواته وتمر العالم من عنده بصبعه. أنا كنت ألحق أبوي بالطوق ألحقه. نعم. على شو عمر؟ نعم أشوفه، كنت ولد صغير ألحقه أبكي ولا ألحقه كذا لما يأخذوه الإنجليز أو غيره. نعم بصبعه، هذا يتركوه هذا ياخذوه، هذا يتركوه هذا ياخذوه. هذا كثير. طيب حجي الاضراب الشهير اضراب 6 شهور تتذكره؟ لا ما اتذكره. طب عندك معلومات عمي ليش توقفت ثورة 36؟ والله لا عمي ما بقدر اقول لك، ما بقدر اقول لك، ما اكذب عليك ما فينا اقول لك. طب حدا عم يشارك ب او في الحرب العالميه الثانيه مع الانجليز؟ لا كهرب لا، كانوا بوليس بس، بوليس اضافي كمان مش رسمي. نعم اضافي بدون نمره. طب اليهود شاركوا عمي في الحرب العالميه الثانيه؟ اليهود يا عمي بنات انا شفت بنات يهوديات سيوف طيارجيات. الانجليز عادت اليهود بالماده بالمصاري يا سلفي ما سلفي مساعدة ما بعرف. الإنجليز بحب اليهود بشكل ليه؟ يعني قريبين عليهم دين واحد. شفت بنات طيارجية حربية يعني مش طيارجية مدنية يا حجة. شوية دير بالك من كيف أبا. نعم طيب حجي أيوة يا حجي طيارجية كان يهوديات؟ والله طيارجيات طيارجية حربية يعني هذا حرب ألمانيا، حرب ألمانيا ب
إذا أنت من ألمان كيف؟ نعم. مش الهتلر الحراري الجماعة تبعهم. نعم. هذول من أنتهم. طب حجي في الحرب العالمية الثانية كيف كان يعني اليهود كانوا مشاركين في الحرب العالمية الثانية مع الإنجليز يا حجي؟ مين اللي جاب أول اليهود على فلسطين؟ إن كانوا عليات فلسطين زينا زيهم كانوا بالماضي زي المسيحية بعشرتنا بعشرتهم ما في مشاكل بس هاي العالم اللي تسربت ولسه بعدها بتتسرب إذا بعد فيه بعد بأوروبا هون وهون بعد جابوا على اليهود الله حطوها فلسطين على أرض المعاد إن يمكن الله سبحانه وتعالى يتصفوا هناك إذا تقوم لأيام يتصفوا ربنا سبحانه وتعالى بده يسخطهم نعم سخطهم ببادي الأمر أرضى وخنازير وبده يسخطهم بالله نعم لأنهم كفروا طيب عمي خلينا ناخذ استراحة ونتابع حديثنا إن شاء الله.